حذر وزير الصحة الفرنسي من أن الأضرار الناتجة عن العدوى في ازدياد كبير بين الأشخاص دون سن 40 وأيضاً بين المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، مستبعداً في ذات السياق فرض إجراءات عزل شاملة مجدداً في البلاد لمحاربة انتشار المرض، مضيفاً أنه من الممكن اتخاذ إجراءات محلية في ظل ازدياد حالة الإصابة في فرنسا ومناطق أخرى.